الناس هي الصفه هذه، الناس غتفوج بغات تخيم بغات تشوف الحباب بغات تشوف بزاف ديال الحاجات. اللهم تعالى يوفق الجميع، واللي فيها الخير الله ياتي بها، واللي ما فيها خير الله يبعدها علينا. اللي فيها الخير تحل، واللي ما فيها خير الله ما تحلش. هادشي اللي بغينا، والله يوفق الجميع. ايوا ضروري اللي لقح راه ضروري غادي ينجا، واللي ما لقحش عاوتاني يشوف الله اش غيدير به. هادشي اللي كاين، والله يوفق الجميع. هذا ما يقول واحد، الله يوفق الجميع. ايوا الاثمنة دافات الساعه بعدا مزيانه، السلام مزيان. ايوا عاوتاني ما نعرف السلا خلاها لنا ب 800 مزيانه، الاثمنة بعدا مزيانه فات الساعه. ايوا منين تحل الماطاش شنو يديروا عاوتاني؟ شغلهم هذاك باش يزيدوا واش ينقصوا، الله عالم. ونطلبوا من الله ينقصوا القلاده اللي ما عنده شيء، مسكين واللي مسكين، واللي الله يحسن العوال الجميع. الله يحسن العوان اسيدي. ايوا هادشي اللي كاين فات الساعه. ضروري واحد القضيه، راه بنادم كانوا مشاكل ازمان، قاعد الناس اللي تشوفوا منا راه ازمه مشاكل. حنا ضروري خص المحطه تحل، فاش حنا ما نبغيوش بلادنا تضر. بنادم ولا ضرت راه كلشي تيضر، تيبقى كيوكا. وين القانوني؟ وين القانوني؟ ما خص بنادم عاوتاني، خص اللي غادي يديروا خصهم يعاونونا، ما كاينش العوين. الشعور تاعي مزيان انا تحل المحطه، تا الناس اللي غيركبوا مشاكل ما خصهمش كاع يضيعوا، تيولي غادي هنا ب 8000 6000 ريال. حنا ضروري قانون خصها تحل، حلا ما خصها تكون مرتابه، ما خصهاش تكون كاع الفوق، خص من 2600 2400 بعدا زوينه. بنادم تيمشي في هذيك 8000 10000 راه كاين مسكين ما عندوش لا خدام، واخا كيكون خدام واخا مسدوده خدام، وين واخا كيكون مسدوده ما تعطيش واحد القيمه تاع بنادم خدام. خصها ضروري تحل فاش تعطيك القيمه تاعك كي راك خدام معاونا. هو تي اللي تنطلب من الدولة وتنطلب من كل شيء، تاهما يعاونونا شوية، ونطلب هاد الناس تاهما يكونوا يتعاونوا معنا شوية. وما خصناش تيبقى يتكرر بزاف، اش لازم تيبقى يتكرر غتولي وحلا هنا. خاصها تبان، خاصها تحيد التكرار تاع تشد المحطة ولا هاد. وإن بنادم فاش عاوتاني بدا يقول كورونا، هما خصهم يتعاونوا معانا ويتقطع من الكيشي. بنادم ما يبقاش ان اللي جاي يدخل داخل انا نقطع، من داخل انا نقطع. خص الكيشيات يبقاهم كيكايا حتى اللي جاي ياكل، ماشي بنادم اللي جاي يبقى اللي جا من شي بلاصه يقول لك رانا كورتي هنا هنا. وهادشي اللي تنطلبوا من الدوله ضروري خصها تشوف شي حل هاد الناس. لا ما خبرش، انا ما كانش في خبري كاع باللي راه مسدوده. يلا جيت من السفر حتى جاي في الطريق عاد بالي الكارتي هذو، راه ظهرت بلي المحطه ما خداماش. مزيان باش الناس في هذا العيد تكون مزيان وتحرك مزيان، الناس تسافر مرتاحه. واش الا ما كانش الناس متعودين على المحطه، الا ما كانش المحطه فين غيمشيو هاد الناس؟ هاد اللي تيبغي يسافر ضروري غيجي المحطه، كاين اللي ما عنده لا ترونسبور لا والو راه يبغي يسافر ضروري غيكونوا مشاكل كثيره الا ما تفتحاتش المحطه. كاين صحاب الكيرا اللي تيستغلوا هاد الظروف ديال كورونا وهادي، تيقولوا للناس بالله راه الكارت يمشي خاوي، الكارت يجي عامر عادي. الناس خصهم يسافروا بنفس الثمن اللي كانوا تيسافروا قبل من كورونا، خاص الكار ما كاين لا نقص لا والو، ماشي زعما راه بلاصه خاويه ولا بلاصه عامره، تيجي عامر الكارت على الفون. الناس نفس الثمن اللي كانوا تيجيو به الناس راه خصهم يجيو به حتى دابا. انا كنت نجيب 400 درهم قبل من كورونا، جيت ب 400 قلت له 400 اللي غنجي معاك بها عادي. خويا انا هاد المحطه الطرقيه ديال ولاد زيان خصنا نعرفوا علاش ساده. دابا الناس دوك صحاب النقل دوك الناس اللي هما ضعافة ما خدامينش، تتسالم اسيرونس بنوات باراسيون السائق كاين اللي يسمح في ولادو، علاش المهنه ديالو هي هادي هما حبسوها ليه، ما كاين منو والو. هذاك الشيء علاش السائق ما عندوش كاع جميع الحق، السائق هو العمود الفقري ديال البلاد، يخطى العمود يخطى السائق البلاد ما كاين حتى شي حاجه والو. واحد ناس تجي الخضره تال عنده، تجي الحوت تال عنده، واحد خدام في اداره تيهزلو سائق، تيجي ناس تيضرب به 1000 كيلومتر 800 كيلومتر اللي تيضرب به، حتى الله يرحم الوالدين ما تيسمعش من عنده. اش ندي السائق تتوقع شي حاجه حقره نعس حقره كان سكران، ولا يعقل السائق يطلع الديريكسو سكران، ولا يعقل السائق يطلع مخدر، ولا يعقل. راه كاينه سلطات، كاين بزاف ديال الحوايج، براجات في الطرقان، ملي تتوقع شي واقعه تيقول لي حق السائق نعس، حقه كان سكران، ولا يعقل. انا 32 سنه ديال الكودرون، هذا الشيء ما منه والو. انه الباترونات مساكنه اللي عندهم مقاولات صغرى راه تيضيعوا تيموتوا، عرفتي شناهو؟ راه كاين دابا
ولا تيهرب على الخدامه ما عنده باش يخلصهم والو. نهضروا في الواقع، اللي غادي يخلصوا راه ما كاينش. هذاك الباترون تتسالوا مصاريف، تتسالوا ضرائب، تتسالوا بزاف ديال الحوايج. السائق كذلك تتسالوا كره مواد غذائيه. الدراري راه كاين دابا اللي يسمح بولادو هرب، علاش؟ اشنو جابتها؟ جابتها لهذا الميدان ديال هذا القطاع ديال نقل المسافرين، الدار بيضاء سيفيني. علاش؟ الله اعلم. ما بغيناش، خصنا نعرفوا علاش هاد السائق وهاد الباترون اشنو ذنبهم. بغى يسدوا المحطه يسدوها بخطره، الدار بيضاء ما يدخل ليها ما تخرج منه. هذا الشيء اللي كاين هو هذا. والسلام عليكم ورحمه الله. الاثمنه خويا الاثمنه مرفوعه دابا، علاش؟ مرفوعه بزاف، علاش؟ حنت ما كاين لا مراقبه لا يديك لا يخليك. تيتصل به واحد كورتي لهيه تيديه الكارت يقطع ليه ب 5000، تيمشي عند مول الكارت يعطيها ليه 100 درهم يقول لي ديها ولا كاين اللي غيديها. انه الاثمنه مرفوعين، وهاد تشوفوا هاد الزبانه اللي تيدوروا هنا راه يلاه تزادوا في المحطات هنا، راه ما منه والو. اشنو الهدف؟ هاد الشيء، لا هاد الشيء اللي عطى الله هو هذا، هاد الشيء اللي عطى الله هو هذا. الاثمنه مرفوعه ماشي ما مرفوعاش، ولله الله يحسن العوال الجميع. علاش؟ هذاك الشيء اللي تيقطعوا به الكيران راه ما تيوصلش المويل الكيران، راه تتوصل ليه الطريفه ديالو ولا محالش. داك الشيء تيضربوا بيناتهم وتيزيدوه. ما عمرها تمكن مول الكار مضرور، جاء انا شيفور وما مضرورش بحال مول الكار. مول الكار راه تتسالوا ضرائب، تتسالوا اسيرانس، تتسالوا بنوات، باراسيون، خدامه. الله يحسن العوان. كاين راه دابا كاين اللي ما باغيش يحيدها سميتو من الكودرون، ما رضاش باش غيحيد سميتو، تيكمل من جيبو، تيجي من بلايص اخرين وتيكمل من جيبو. باش راه هو باقي ديك السميه ديال والديه. كاين النقاله كاينين هنا خلاو ولادهم من زمان، خلاو ولادهم. كاين دابا كاين اللي عارف ما يدير وكاين اللي ما عارف ما يدير والو. هادشي اللي عطى الله هو هذا. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.